نهاية الجولة قربت تنتهي وبيتحدد مصير اللي في منطقة الخطر. جوري والدهبيز ما لهم تصويت. مثل كاشي بيعلمنا ليش منع تصويت الجمهور في الجولة الثالثة. في البداية كل واحد فينا كان جاي وهو يبغى يتنافس، فجأة لقينا نفسنا متعلقين في بعض. ففكرة إنه فجأة في يوم وليلة أخسر شخص توجع. مبروك. ميرسي يا حبيبي، بس ما بتعرف ولا يمكن ما حدا يظهر، يمكن تعرف برنامج وغيره. هاي مسابقة. أنا أكيد مش هنسيبك. خلاص جوري، جوري. هذه اللحظة حسيت إني أنا فشلت، حسيت إنه أنا بعد التعب هذا كله في النهاية أجي أطلع كده. تعبت يعني، ما عرفت شنو اللي قاعد نعملوه غلط. ما عرفش والله، ما عرفش اش اقول.